في هذه الآونة استغل حاكم اليمن الذي يدعى إسماعيل بن القاسم الفرصة عند خروج جنود الإمام واستولى على ظفار، على الرغم أن الإمام قد حارب البرتغاليين حتى على سواحل عدن وأنقذ اليمنيين من البرتغاليين، إلا أن هذا الحاكم استغلها فرصة سانحة عندما خرجت جيوش الإمام من ظفار واستولى على ظفار. إلا أن الإمام سلطان بن سيف لم يأبه بذلك وترك هذا الأمر، لأنه كان مشتغلا بمحاربة البرتغاليين، كما أنه لا يرغب أن يفتح جبهة أخرى مع هذا الحاكم اليمني. فأرسل إليه رسالة يطلب منه فيها أن يسلمه المدافع التي نسيها الجنود في ظفار عند خروجهم منها. وجاء في نص هذه الرسالة أو جزء من هذه الرسالة قوله: إنا لما ملكنا تلك الأيام بلدة ظفار وهي نازحة الفيافي والقفار لم نرى في ملكها صلاحا لشيء أوجبه منا النظر، وحاكته الأذهان والفكر، فتركناها لا من خوف قوة قاهرة ولا كلمة علينا ظاهرة ولا يد غالبة ولا كف سالبة، وحينما خرج عنها عاملنا خلف بها شيئا من مدافع المسلمين لغفلة جرت عن حملها في ذلك الحين، ولما ملكتم أنتم زمام عيسها وأجدليتم ضوء بدرها وشمسها لم تدفعوا لنا تلك المدافع كأن لم يكن وراءها زائد ولا دافع، فاعلم أيها الملك أن البعل غيور والليث هصور والحر على غير الإهانة صبور، ومن أنذر فقد أعذر وما غدر من حذر. هذه طبعا جزء من الرسالة، وإلا فإن الرسالة طويلة، وهذه الرسالة موجودة في تحفة الأعيان بأكملها. هذه الرسالة لما وصلت إلى حاكم اليمن رد إليها، ولكن ذلك الرد كان ردا سيئا في الحقيقة. اقتبست جزءا من ذلك الرد الذي أرسله الحاكم اليمني، قال فيها من ضمن ما قال: فاقطع عرى آمالك عن هذه المدافع. هذا الحاكم اليمني إسماعيل بن القاسم يرد فيها على الإمام سلطان بن سيف: فاقطع عرى آمالك عن هذه المدافع، فهي أول غنيمة إن شاء الله من قطرك الشاسع، وقد دعوتنا إلى حكم الضبا والأسل، فالبث قليلا يلحق الهيجا جمل، ونحن من القوم الذين سقوا قومك يوم النهروان كؤوس الحتوف، وأنتم أتباع من سقى، فما بدا به أوائلنا في سلفكم ختمنا به من بقي. حقيقة اقتبست هذه الفقرة بالذات لكي أوضح ذلكم الحقد الذي ما زال في صدور هؤلاء الذين ما زالوا يذكرون تلك الأحداث التي اختلف فيها المسلمون في النهروان. وهذا التهديد الذي يهدد به الملك حقيقة كان تهديدا لفظيا، لأنه لم يجرؤ أن يخرج من حدود ظفار، ولم يجرؤ أن يعترض لأي أسطول بحري كان يمر بالسواحل اليمنية، فلا تذكر أي رواية تاريخية على أنه تعرض للسفن التي كانت تتوجه إلى شرقي إفريقيا، وهذا دليل على الضعف. كما أن الإمام سلطان بن سيف لم يأبه بهذه الرسالة، والإمام السالمي رحمه الله عندما تحدث عن هذا الموضوع ذكر بعد ذلك بقوله: تمنينا لو رأينا الرد أو الرسالة التي رد بها الإمام سلطان بن سيف على ملك اليمن، ولكن يظهر أن الإمام لم يرد مطلقا على هذه الرسالة.